مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ ثامر العلواني. أهلا بكم شيخ ثامر. بداية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل 7 سنوات انسحاب قواتها من العراق على أساس أنها نفذت ما وعدت به من سلام واستقرار، فما هو رأيكم؟ حياكم الله أخي الكريم. أهلا وسهلا أخي الكريم. نعم، الهيئة اليوم أصدرت بيانا يتعلق بمرور 7 أعوام على إعلان الاحتلال الأمريكي انسحابهم من العراق، وأكدت في البيان ما كانت تقوله مرارا وتكرارا أن هذا الانسحاب المزعوم هو محض فرية، وفي الحقيقة هو مناورة أمريكية للخلاص من التكاليف الباهظة الثمن التي سببتها المقاومة العراقية الحقيقية للجيش الأمريكي وحكوماته، سواء على صعيد عدد القتلى في صفوف الجيش الأمريكي أو معداته العسكرية التي أنفق عليها مئات المليارات لتحترق على أرض الرافدين وتصبح ركاما على يد المقاومة العراقية. وهي بالنتيجة المقاومة أجبرت الاحتلال الأمريكي عدة مرات على تغيير مخططاته في العراق والمنطقة، ومنها قرار أوباما في الحقيقة هو تخفيض عدد قواته في العراق وليس انسحاب. وقبل ذلك أيضا أجبرت المقاومة الحكومة الأمريكية المحتلة للعراق لتشكيل مجلس الحكم الذي تشكل في محاولة أيضا لخداع الشعب العراقي من الحكم الاحتلالي المباشر إلى استخدام أدواته المحسوبة على العراق. وفي الحقيقة أن الحكومة ومجلس الحكم كان يدار من الحاكم الأمريكي مباشرة، ثم هذا الانسحاب الذي يزعمونه منذ 7 أعوام هو محض فرية أثبتها الرئيس الأمريكي الحالي ترامب بزيارته الأخيرة إلى العراق بدون علم الحكومة، حكومة المنطقة الخضراء، ولم يعرفوا بمن التقى وماذا فعلت القاعدة الأمريكية الموجودة على أرض الرافدين. دكتور ثامر، بيان هيئة علماء المسلمين يقول إن استمرار لفشل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق قامت بتسليم الملف العراقي إلى إيران، ما الدوافع الأمريكية التي تقف خلف ذلك؟ نحن نعلم أن المناورات الأمريكية كثيرة، ونحن نعلم والعراقيون الآن على علم تام بأن هناك تخادم ما بين المشروع الأمريكي والإيراني خصوصا في العراق. هناك تفاهم أمريكي إيراني في العراق في إدارة العراق وكيف يدار، ومحاولة الأمريكان تخفيض عدد قواتهم من العراق هو كان لمخطط بان فيما بعد، وأكده بيان هيئة علماء المسلمين اليوم من أنه كان تخادما بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية وتسليم الملف العراقي إلى إيران لتكون هي اللاعب الأساسي والوحيد في العراق بعد مشاورات مع الأمريكان سريا طبعا وليست في العلن. نعم، يعني نود أن نفهم هذه النقطة بالتحديد، لماذا تفرط الولايات المتحدة، ليس تفريطا كاملا لكنها ألقت بالعراقي في حضن إيران بمقدراته وثرواته، وأصبحت لديها القدرة الآن إيران على التحكم بالمشهد العراقي سياسيا وأمنيا كذلك واقتصاديا حتى بالشأن العراقي، لماذا تفرط الولايات المتحدة بجزء كبير من العراق لصالح إيران؟ أولا ليس هناك تضارب في المصالح الأمريكية الإيرانية في العراق، فهم متفقون، وما رأيناه أخيرا في ما جرى في عام 2014 من وجوه التعاون المشترك بين الأمريكان والإيرانيين كان واضحا للعيان. كانت القوات الأمريكية في الجو تدعم الميليشيات الإيرانية وتدعم أيضا قادة الحرس الثوري الإيراني في العراق، وتطور المشهد تشكيل حكومات متعاقبة بتوافق إيراني أمريكي، هذا وحده دليل وشاهد على أنه ليس هناك تضارب مصالح ما بين الإيرانيين والأمريكيين فيما يتعلق بالملف العراقي حصرا، فكلا الطرفين مستفيد، ومن يصطلي بنار الجحيم هو الشعب العراقي على بسبب حكوماته المتعاقبة التي جاء بها الاحتلالين الأمريكي والإيراني وما خلفه من مآسي إلى هذه اللحظة يعاني منها الشعب العراقي. بيان هيئة علماء المسلمين ذكر
أو ذكر طبعا بخديعة الانسحاب، وذكر أن هناك تآمرا كبيرا ضد المقاومة العراقية من خلال سعي الاحتلال الأمريكي لتقليد شرف المقاومة لمن ليسوا أهله، فهل يأتي هذا في إطار المشروع التخادم الأمريكي الإيراني؟ طبعا هذا أكيد، لأنه نحن نعلم أن المقاومة الحقيقية كانت بمسمياتها معلومة للجميع، ولكن حاول الاحتلال الأمريكي أن يقلد هذا شرف المقاومة لأناس ليسوا هم أهلها، بل هؤلاء هم جاءت بهم ونصبتهم على حكم العراق وهي تحميهم أيضا، وتسير نحو ما يخدم مصالح الأمريكان والإيرانيين عن طريق هؤلاء، وهم الآن يحكمون العراق بشخصياتهم وميليشياتهم، فهم من جاءوا بالاحتلال وهم من عاونوا الاحتلال على حكم العراق، وأرادوا بذلك مع أنهم أعطوه كنز حكم العراق، هم يحاولون أن يغيبوا الحقيقة وأن يمحوا الحقيقة التي هي شرف للمقاومة العراقية من أنها أجبرت الاحتلال الأمريكي على الانسحاب ولو ظاهرا ولو جزئيا من العراق، فأرادوا أن يقلدوا هذا الشرف لمن ليسوا هم أهله من الميليشيات ومن جاءت بهم لحكم العراق. طبعا بعد زيارة دونالد ترامب المفاجئة إلى العراق، وعلى استحياء خرج عادل عبد المهدي رئيس السلطة الحالية ليقول لا يعني وجود قوات أجنبية في بلد أنه فاقد للسيادة. طبعا عندما نتحدث عن موضوع القواعد العسكرية نرى أنه قد نشاهد هذا الموضوع في أكثر من بلد مستقر، لكن في العراق الموضوع لا يقتصر فقط على قواعد عسكرية أمريكية، الموضوع يمتد إلى ميليشيات إيرانية، إلى الحرس الثوري الإيراني، إلى ميليشيات ليست عراقية تدخل إلى العراق لتقاتل وحتى تأتمر في بعض الأحيان من أوامر قيادات ميليشياوية محسوبة على العراق. أين السيادة في هذا الموضوع؟ لا يوجد سيادة في العراق. ترامب دخل العراق وخرج ولا والحكومة لا تعلم. ترامب صرح من قاعدة داخل العراق على أنه سيستخدم العراق محطة الانطلاق قواته في مهاجمة دول أخرى. أين السيادة؟ وأين الحكومة من استقلاليتها؟ الحكومة شكلت بتوافق أمريكي إيراني. الحكومة لا تعلم من يدخل العراق ومن يخرج. الحكومة لا تعلم عندما يزور رئيس أمريكا العراق هي لا تعلم، ويخرج وهي لا تعلم. أين السيادة في الموضوع؟ لا توجد سيادة في العراق ولا توجد استقلالية في العراق، بل حدوده مستباحة وأرضه مستباحة لكل القوى وليس فقط أمريكا. إيران تستبيح العراق وتدخل حتى بشرطتها تسير حركة المرور في المناطق الجنوبية. أين السيادة في هذا الموضوع؟ ترامب يدخل ويخرج ولا تعلم الحكومة، فلا توجد سيادة في العراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.